ان شاء الله يستمر ان شاء الله هذا النشاط. احنا يعني الله تبارك وتعالى خطبنا في القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أكيد أنه الأحداث الأخيرة اللي حدثت ببلدنا أنه أدت بنا أنه نقيم ولو إشي بسيط جزء لا يتجزأ يعني من نضالنا، أنه يقام خيمة اعتصام، وهذه خيمة الاعتصام حتى يجتمع بها الجميع كل أطياف البلد لدحر الجريمة. يعني احنا ما اليوم ما نقدر نعيش يعني بدون امن وبدون استقرار. الكل اليوم مطالب انه يعيش بامن واستقرار، هذا ابسط الحقوق ان الانسان يعيش بامن وامان واستقرار. فقدنا هذه يعني الشيء الاساسي من حياتنا هو امن والاستقرار، واصبح المجرمين يعني يعيثون في الارض فسادا وفيش رادع لهم. الرادع الوحيد، وانا ما زلت اقول الرادع الوحيد لهذه الجريمه هو المجتمع، هو أن يتحد السياسيون ويتحد أئمة المساجد ويتحد الجميع إن شاء الله صفا واحدا، علشان كلنا نقول لا للعنف لا للجريمة، وبيش احنا ننتصر إن شاء الله في هذا النضال. ما هي الأهداف من إقامة هذه الخيمة الاعتصام؟ الهدف هو واحد ووحيد، إنه جسر الزرقاء والبلاد العربية إنه كلها لازم تقول كلمتها، الكلمة إنه لا بدناش العنف، وبش حد يحمينا، احنا نحمي انفسنا، حماية انفسنا من شعبنا ولادنا وشبابنا، انه يكون عندهم الوعي الكامل. يا عم السلاح يقتلونا جميعا، ما كان حمل السلاح يوما ما الحل يعني لمشاكلنا ابدا، انما الصلح والتسامح فيما بيننا ان شاء الله رب العالمين هو الذي سوف يزود. احنا مش رايحين نتنازل، ستقوى هذه الخيمة اليوم موجودة هنا امام المسجد، ولكنها سوف تكون في حارات البلد جميعا. وانا ادعو المجتمع العربي ككل انه خلينا ائمة المساجد، لانه الجامع له دور كبير انه يجمع الناس الجامع وينادي على الناس، انه وقت انه بخطر على الناس وبخطر على اولادنا، انه الكل يعني يجتمع ويتحركوا ائمة المساجد والدعاء الى الله تبارك وتعالى حتى دحر هذه الفتنة الكبرى التي تحاك لهذه الامة ان شاء الله. يعني تحدثت عن هذا النشاط يقام بشكل يومي، ما هي النشاطات التي تقام بشكل يومي؟ النشاطات كما ترى يعني مسؤولين يعني من شخصيات البلد وموظفين ومسؤولين يجوا على الخيمة ويبدوا محاضرات إن شاء الله، يلقوا محاضرات توعية ويبدوا أراءهم للمخرج من هذه الأزمة، من هذا النفق المظلم اللي احنا دخلنا فيه. يعني بدنا ناس اللي هم مختصين برضو، وهنا في رجال مختصين، يعني احنا نجيب دايما محاضرين مختصين إن شاء الله على مستوى عالي إن شاء الله، حتى نتحاور جميعا ونبني برنامج مشترك، طبعا مشترك من جميع اطياف البلد، حتى نخرج من هذا النفق المظلم ان شاء الله تبارك الرحمن. يقام بشكل يومي امام مسجد عمر بن الخطاب في بلده جسر الزرقاء خيمه اعتصام، وذلك يعني بعد تفاقم الجريمه والعنف في البلده. بدايه كمواطن في جسر الزرقاء، ماذا تقول بعد كل هذا الاحداث في البلده؟ أول شيء طبعا أكيد شيء محزن لكل بلد الجسر الزرقاء، رحمة الله عليه الأخ والصديق جلال. أول شيء المفروض أن احنا الناس نبلش في أنفسنا، فالمفروض ندير بالنا أولادنا ما يطلعوش، أولادنا ما يتأخروش، ندير بالنا عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد. دايما نصاحب الابن، نبكي معه صديقه واخوه، اذا عنده مشكلة صغيرة نقعد مع ابننا نسأله شو مشكلتك شو عندك، ما نخليش المشكلة تكبر، كل ما بتكبر بتكبر بزيادة. بس ما رأيك بالنشاطات يعني التي يقومون بها في خيمة الاعتصام؟ شيء ممتاز جدا الصراحة، وأنا بدعي الجميع، وأنا قبل ما أجي أنا جيت مشي هسا ودعيت الناس الكبار، قلت له تعالوا اقعدوا تعالوا نشوف حل، يمكن جلساتنا مش المفروض تقدروش تنطوا حل وانتوا قاعدين موجودين في الكهاوي، تعالوا اقعدوا لو حتى خمس دقائق اسمعوا افهموا انتوا آراءكم، ان شاء الله نوصل لحل جذري. لا في المرة، لا انا انسان عندي محل بيتزا وكعك، انا لما يجي عندي ولد صغير قبل ما ينطخ جلال او كمان ولد صغير
وليد. وليد قبل ما يتصاب وليد، لما بيجي عندي ولد انا بقول له حبيبي خلص او تدفع المصاري او خذ رقم تليفوني خلي اهلك يتصلوا علي، انا بوصل لك البيتزا او انا بوصل لك الكعكه. يعني صراحه فيش امان جدا، مع انه محل يعني بعيد من المركز بس بضل خوف. يعني يقام نشاط امام مسجد عمر الخطاب بشكل يومي في بلده جسر الزرقاء، ماذا تقول عن هذا النشاط؟ هذا النشاط معمول لأهل جسر الزرقاء بالنسبة على الأحداث اللي تصير عندنا، مش بس القتل، في أشياء هناك اللي هي أنعم من القتل اللي هو الفساد. إحنا من هنا جينا عملنا هالإشي بنفس يوم قتل جنازة المرحوم جلال، كان عندنا جلسة في المجلس المحلي، جلسة طارئة لعدة الأهل جسر الزرقاء، مش بس هي جلسة طارئة لأعضاء مجلس ورئيس مجلس، لا هناك احنا انا بنفسي انا دعيت عدة ناس انه لازم يجوا على الجلسة ونقعد نتحدث بالامور اللي قاعدة تصير. يؤسفني جدا جينا 4 اعضاء مجلس والباقي ما اجوش، حد اجى ما نهمش، هاي همهم انه الكرسي والسياسي وانه ايش بدهم يقولوا، انه قعدوا مع بعض يعني على أساس إنه يحل مشكلة. بالعكس أنا بطلب اليوم من كل، يعني بحكي لك أنا من وجعي على ناس اللي هي تمثل بلد شاملة وموجودة بالمجلس المحلي واللي هي موجودة زعامة برانية اللي حاسبة حالها نازلة على السياسي اللي هي مش موجودة بالخيمة الاعتصام اللي سألها هذا اليوم الرابع على التالي، أنا مش شايف ولا واحد منهم يجي هون يقعد ويجي يعطي يبدي رأيه كيف بدنا نعالج العنف اللي هو بوسط العربي كله. مزبوط، بس احنا بدنا نحكي على بلد قرية اللي 15000 نسمة كلياتنا عارفين بعض، ويصير عندنا الاشياء هذا الاشي يوجع. يعني اليوم هاي اليوم راح جلال، بكرة محمد، بكرة عبد الله، بكرة حسين، بكرة انا، بكرة انت، المفروض كلياتنا نقف وقفة وحدة وصوت واحد وصيحة وحدة ان نبادر بوقف العنف من يعني من اساسه. يعني انا بقول لك اياها، يعني بحكي لك اياها ببساطه جدا، هي هناك معروف فئه صغيره صفر على الشمال اللي هي اللي عامله هذا العنف كلياته. لو جينا من البدايه عالجناه صح صدقني جسر الزرقاء لا كان عنف لا صار قتل ولا كان شيء. يعني انا بتذكر وانا ولد صغير اذا كنا نتكاتل اثنين مع بعض، يجي ابوي يجي اخوي الكبير، هاي هذا كف وهذا كف، كل شيء يخلص. اليوم بالعكس، اليوم صار عندنا عصابات، صار عندنا اللبس الاسود، صار عندنا امراض على المدار، صار عندنا اي كل اللي يشوفوا الافلام الاجنبيه والافلام التركيه صرنا ننفذها على امر الواقع. انا بدي احكي لك اللي انا شفت كيف حياه جلال انقتل بالفيديو اللي عندهم بالبيت اللي كان، يعني اللي اجى يقتل مجرم مجرم وشم كلوها مش عارف كده تحكيها بالعربي العبراني وكده، هم ترقال يعني اجى مدرب واجى قاصد يقتل. انا بدي اطلق شوية لعنصرية دولة اسرائيل من الحكومة حتى الشرطة. اليوم الحكومة مبنية على تدمير اشي اسمه عرب الداخل، على تدميره وعلى هدمه، وبالذات اصحوا يا اهل جسر الزرقاء اصحوا، التدمير علينا تدمير مدبر ومخطط. انا بقول كفى للعنف، نعم للتسامح، جسر الزرقاء هي بلد المحبة والروح الرياضية، زي ما انت شايف اليوم، زي ما انت شايف اليوم جمعنا كل الطلاب الرياضيين كمان بوقفوا معنا بوقفوا مع البلد. هاي الخيمة اللي عاملينها اليوم كثير مفيدة للبلد. بدنا الناس تتفاعل معنا، بدنا نعيش بأمان، بدنا نعيش بحرية، بدنا أولادنا بكبروا بالاحترام والتسامح والأخلاق. بس بالأخلاق والتسامح والروح الرياضية نبني مستقبل. أولادنا كثير خلوقين. جسر الزرقاء مش مبنية على عنف، جسر الزرقاء مبنية على مبدأ، على أخلاق. وإحنا دائما نوعي أولادنا، دائما بنقولها للمرة المليون، يعني إحنا بس بالأخلاق والتسامح والروح الرياضية
يعني احنا بدنا كمان كثير، يعني بدنا احنا الشباب والكبار بالسن يجوا كمان على الخيمة ويستمعوا معنا ويكونوا بناتنا لإنقاذ جسر الزرقاء.